أنا بصراحة عندي ولدين أحمد وأنس. وأحمد طبيب بشري في مدينة الملك فهد طبية، وكذلك ولدي أنس طبيب أسنان. وبداية أولادي صراحة أنا دخلتهم مدارس تحفيظ القرآن. ولدي أحمد كان لسانه ثقيل وكان يتأتي في الكلام، عنده صعوبة في النطق في الكلام، ومن الله سبحانه وتعالى أنه قبل في مدارس تحفيظ القرآن. ولما قبل أنا كنت خايف أنه يعني حيلقى صعوبة أنه يحفظ القرآن ويواصل حتى الدراسة في هذه المدرسة. ومن أول أسبوع زرت المدرسة وعنيت أني أقابل مدرس القرآن الكريم، وكان يومها الشيخ أحمد الشاهين. ما كنت أعرفه أنا بصراحة، فقلت للشيخ الله يجزاك بالخير يا شيخ، هذا ولدي أحمد عنده صعوبة في الكلام، فلو تنصحني هل أجيب مدرس خصوصي في البيت، هل أجيب أشرطة يستمع عليها؟ فقال لي وأنا أنسى هذا الكلام، قال اتركه أحمد، سوف إن شاء الله نعلمه القرآن وسوف يعلمكم أنتم القرآن إن بإذن الله تعالى. والحمد لله بعد مرور أسابيع وبعد شهر بدأ ما شاء الله أحمد ينطلق في الكلام، بدأ يحفظ القرآن، بدأ يحفظ جزء عمه وبالمدود وبالترتيل وبالتجويد، والحمد لله تعالى. هذا أول فضل للقرآن أذكره أنا، وهذا من خبرة من تجربة إحنا عايشناها. الشيء الثاني بدأت ألاحظ في الخلق بين أقرانه من الأطفال وما بين أقرانه في الحي، أخلاقه عالية الحمد لله وحفظ القرآن كذلك. الشيء الثالث اللي هو كثير من الناس لما أنا دخلت مدرسة تحفيظ القرآن، هو ولدي أحمد وأنا أنس كذلك، كانوا قالوا لي إنه المدارس تحفيظ القرآن التحصيل العلمي أقل بكثير من المدارس العامة. هذا اللي منتشر يعني. أي نعم. معلومة منتشرة. أيوة. فالابتدائي والمتوسط المواد العلمية يأخذها الرياضيات والعلوم والفيزياء والإحياء وكذلك يكون أقل من المدارس العامة. لكن سبحان الله بعد ما تخرجوا من المتوسط دخلتهم مدارس ثانوي ودخلوا التحقوا بالقسم العلمي، والحمد لله تميزوا وكان يطلع من الأوائل. وهذا لم ينقص، بالعكس كان عندهم ملكة الحفظ أكبر وكان يحفظ أفضل من أقرانه من الطلاب الثانيين. والحمد لله بعد ما انتهوا من الثانوية دخلوا الجامعة واختاروا كلية الطب. وكما تعرفون كلية الطب يعني يحتاج من الشخص يكون عنده ملكة الحفظ كبيرة جدا. والحمد لله هذا أقول تجربة إنه فضل القرآن الكريم للشباب وللإنسان من ناحية الخلق ومن ناحية التحصيل العلمي. وأنا لا أن أذكر فضل القرآن الكريم لأنه الحمد لله فضله في الدنيا وفي الآخرة كبير جدا. فهذه كانت تجربتنا مع القرآن ومع مع حلقات تحفيظ القرآن الكريم وأثروا في أطفالنا وفي شبابنا الحمد لله تعالى. ما شاء الله. الله يخليهم يتزوجوا. الله يرزقهم. لا بس خلنا نسمع.